احنا معانا على الهاتف من بيروت الاستاذ حسن مغنيه رئيس جمعيه المودعين. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. يعني خلينا اسال حضرتك، الى اين تتجه لبنان؟ هل من يعني من الممكن الفتره القادمه ندخل مره اخرى في دوامه الفراغ السياسي او الشغور السياسي زي ما بيقولوا عليه، خاصه بعد اخفاق مجلس النواب 4 جلسات متتاليه في اختيار رئيس للجمهوريه؟ اولا مجلس النواب اخفق 4 مرات وسيخفق في الكثير من المرات القادمه، لان يبدو ان انتخاب رئيس الجمهوريه في لبنان لن ياتي من الداخل اللبناني، انما سياتي من الاقليم او من تسويه خارجيه تنعكس بظلالها على الوضع القائم في لبنان. للاسف اقول هذا كما جرت العاده. ما حصل اليوم من توقيع مراسيم استقاله الحكومه هو سابقه في تاريخ الجمهورية اللبنانية. لماذا هي سابقة؟ لأنها جرت العادة أن يتم توقيع مراسيم استقالة الحكومة بالتزامن مع توقيع مراسيم قبول أو تشكيل حكومة جديدة، يعني في نفس الوقت يوقع رئيس الجمهورية مراسيم استقالة الحكومة ومن ورائها تلقائيا يوقع مراسيم تشكيل الحكومة. ما حصل هو أن الدستور اللبناني ينص على عند استقالة عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية تعتبر حكومة مستقيلة، وعند انتهاء ولاية المجلس النيابي وإجراء انتخابات نيابية أيضا تعتبر الحكومة مستقيلة. ما حصل في لبنان هو أن منذ بضعة أشهر قليلة جرت الانتخابات النيابية، فإذا الحكومة اعتبرت مستقيلة وقدمت استقالتها إلى رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية لم يوقع الاستقالة لأنه كلف نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة، وحتى اللحظة لم تشكل هذه الحكومة. واليوم خرج رئيس الجمهورية من قصر بعبدة على أن تنتهي ولايته رسميا مساء الغد من دون تشكيل حكومة. هذا الإجراء هو سابقة بتوقيع رئيس الجمهورية اليوم استقالة الحكومة، هذا سيأخذ لبنان إلى المجهول، وربما أقول سيأخذ لبنان إلى ما لا يحمد عقباه في الشارع، لأن المعطيات تقول أن ستخرج التظاهرات مؤيدة لرئيس الجمهورية ومعارضة لرئيس الحكومة في الأيام القليلة الماضية. نعود إلى الاشتباك السياسي، نعود إلى المهاترات السياسية التي تتسبب يوميا بذبح الشعب اللبناني. الشعب اللبناني اليوم يعاني أزمة جوع، يعاني فقر، يعاني فقدان الودائع في المصارف، يعاني من تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية، يعاني من صفر الكهرباء في لبنان، الكهرباء لا تأتي، مشاكل تعد ولا تحصى. وفي المقابل لا نرى حلول، إنما نرى اشتباكات سياسية بين الأطراف السياسية اللبنانية. أستاذ حسن، يعني خالص أمنياتنا للبنان الشقيقة الغالية العزيزة على قلب كل مصري، خالص تمنينا بالخروج من هذه الأزمة ويعني والوصول بالبلد إلى بر الأمان. أنا بشكر حضرتك جدا على وجود حضرتك معانا أستاذ حسن مغنية رئيس جمعية المودعين.